Nice to meet you. Nice to meet you. Ali, yes, my name is Ali. Kuwait. Nice to meet you from Kuwait. Thank you, thank you, thank you very much. Thank you, thank you. والآن بعد أن سولفنا تكلمنا أخذني الآن إلى الغداء. قال لي عازمك على الغداء. تعالوا معي خلونا نشوف وين هذا المكان العجيب. شوفوا معي أنا بورشة قاعد أمشي عايش وسط الخزف. شوفوا جمال المكان. يا سلام ودينا على الغداء عازمنا على الغداء. شوفوا جمال المكان وروعة هذا المكان لصاحب هذا الجاليري الفنان التشكيلي. Come here. Yes. Alibaba. My friend Alibaba. Yes, yes, yes. Ali. Yes, Alibaba. Alibaba. Ali. شوف المكان، شوف جمال المكان. عنده بعد تنس طاولة. لو ياخذني معاه. احنا الان نمشي في هذا المكان الحلو. الو، وايضا هني المطبخ. اوكي، ونمشي معاه هني في هذه البلكونة الرائعة، المكان الحلو. و يعني thank you master, thank you, thank you very much. يعطيني عاد وجبة حلوة إن شاء الله ما يكون فيها لحم ولا دياي. حتى شي يسمونه مال تشوكشيت، ما يسمونه بورسلين. جماعة كل الأشياء اللي موجودة is all my work. All my work. شوف هذا كله شغله، يحط لنا الاكل في شغله. هذا الخزاف الرائع مثل ما تشوفون، العزيمه مستمره بالاكل الصيني وكله فيجيتيريان. اول از فيجيتيريان فيش. هذا السمك، وهذا سمك من النهر. This is fish from the river, from the river, and also fish. And مع الماستر ارت ومعنا ايضا اسرته معنا طبخ بيت، ما قصروا في ضيافتهم لي صراحه. الآن ياخذني إيه، شوفوا هذا الفرن، هذا الفرن مال الماستر. شوفوا شلون صاير. ها هذا هو الحين جاهز ياخذني جولة. وهذا الخشب الوود، وود فور وود كيل. والحين ياخذني جولة في الورشة مالته والإكويبمنت والأدوات، كل شيء طيب. الآن ندخل الورشة مالته. شوفوا معي هذه ورشة الخزف الرائعة. وهذا فرن الغاز مالت big kiln full of gas. شوفوا معاي هذا الفرن الآن قاعد يوريني. هذا فرن الغاز الكبير الخاص فيه، طبعا مزود بأجهزة كمبيوتر وعدادات. وهذه الأرفف، وهذه كل العناصر الخاصة بالفرن. هذا أيضا غاز كيلن another one. هذا فرن غاز ثاني. شوفوا معي عنده ثلاث أفران كلهم على سكة قطار ينفتحون. هذا لا، ثلاث أفران والحوامل والأرفف اللي تشوفونهم موجود. طبعا هذه الأعمال اللي خاصة فيه، ستايله مميز. شوفوا جمال المكان، الأجواء الساحرة في الخزف. ننتقل نشوف الخشب والفرن الخشب والأجواء اللي موجودة. حتى الأرض بوريكم الأرض كلها خزفيات وفخاريات موجودة، يعني شيء مرتب. والآن خلونا ندخل ورشة أخرى، شوفوا الفخاريات والخزفيات في كل مكان في هذا المكان الساحر. الآن ندخل داخل نشوف هذه الورشة حق الريزيدنت، حق الناس اللي تبي تشتغل. ها ونلاقي هو الآن قاعد يكمل عمله. هذه لحظات مهمة لازم نشوفها. شوف الفكر، شوف الإبداع. يا سلام، نايس. شوفوا معاي فكرة الإبداعي. جا
جميلة. شوف الدرب اللي نازل منها، شيء حلو شيء جميل. So we can set up here to work. Yeah, okay. Okay. Nice. طلب مني اشتغل معاه وان شاء الله باكر راح اشتغل هنا انا. وعندي طبعا دواليب، يعني تقدر تختار الدولاب اللي انت تبيه تشتغل عليه. American American artist هني بعد وياه، وهذا ويل، وهذا المكان اللي تشوفونه اللي ان شاء الله راح يكون لي نصيب اني اشتغل في هذا المكان الرائع. ما ادري وين راح صراحه، قاعد ادوره بس ما ادري وين راح. اي وريني بس اختفى. Excuse me. ضيعته يا جماعه، ما ادري وين راح. سريع يمشي سريع، يعني مشيته مو مثلنا، اسرع منه. يا كاهو لقيته الحمد لله. الحين ابيكم تشوفون هذا المكان الرائع المميز اللي هو يقعد فيه عند السمك هني بالحوض، والفخاريات الموجودة. الحين بيعطينا شوية بار شاي، شوية خش أو شويها. تمام، شوف القعدة. الحين راح يسوي لنا شاي هو بنفسه، كل الأدوات والقواري هو مسويها. تي تايم، شوفوا كلها. هني عنده بعد مكسرات، هذه الأطباق اللي تشوفونها، شيء راكو، شيء ريدكشن بليزز. شوفوا كل قطعة بيس اوف ارت. ثانك يو. شوية اللي حطها لنا شيء سبيشل، شاي سبيشل عازم اليوم. والله ما قصر هالطيب هذا. طبعا شوفوا معي هني طريقة حمل البورسلين. فهم this guy from Kuwait City. الفسكة عشق. الخزف عشق. الحين موعد الغداء. يا ويلي من الوالدة. جاكسون قاعد هنا. I think you live in paradise of art now.